السيسي يوجه تحية للمصريين لتكاتفهم في مواجهة كورونا، ويؤكد التصدي بحزم لأي تجاوزات تضر الوطن. ألمانيا تسجل تراجعاً في نسب انتقال العدوى بالفيروس للمرة الأولى. والاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية من تطورات ملف فيروس كورونا. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع الشعب المصري العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية والتكاتف مع أجهزة الدولة في تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس. وقال السيسي: إننا نعبر معا مرحلة فاصلة في مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، مجددا ثقته في وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على أن يقف يدا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات. وأكد السيسي أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن. هذا وقد وجه الرئيس السيسي بضمان الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية، مع التزام مشروعات البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا. وقد جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووزيري البترول والعدل. وقد قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس وجه كذلك بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي والتوسعي في نظام العدادات الذكية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس شريف إسماعيل مساعد السيد الرئيس للمشروعات، والسادة وزراء البترول والعدل. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة موقف سوق النفط العالمي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وانعكاسات ذلك على السوق المحلي من حيث مستويات العرض والطلب وكذلك مخزون المواد والمنتجات البترولية. وقد تطرق هذا اللقاء إلى تأثير انخفاض الأسعار العالمية للبترول على السوق المحلي والإجراءات المتخذة من قبل وزارة البترول في هذا الشأن، كما تم استعراض متابعة المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل وكذلك العدادات مسبقة الدفع في إطار خطة الدولة للتخفيف على المواطنين. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عن إجراءات مشددة في يوم عيد شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، حيث تقرر إغلاق كافة المتنزهات والحدائق والشواطئ، بالإضافة إلى وقف وسائل النقل العام وإغلاق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية. التعامل مع يوم شم النسيم حيطبق عليه نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت اللي احنا عارفين اللي بيتم فيهم، من غلق كامل للمحال التجارية والمولات. وان احنا يمكن الاهم مع هذا الموضوع ان احنا بنؤكد، وده يمكن اللي اكدته لكل السادة المحافظين، ووزارة الداخلية هتبقى موجودة معانا على الارض في التنفيذ، غلق كامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ والأماكن اللي بيبقى ممكن فيها أي نوع من التجمعات، اللي هو طبقا للإجراءات اللي احنا واخدينها فيما يخص يومي الجمعة والسبت. ولكن بالإضافة إلى هذا الموضوع، وفي ضوء ان احنا عارفين ان بيبقى الحركة فيه كبيرة، أيضا كان التوجيه النهاردة والقرار ان سيتم إيقاف في يوم الاثنين كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم. وبالتالي أنا بتكلم هنا على السكة الحديد وعلى مترو الأنفاق وعلى الأتوبيسات النقل العام،
وأيضا وسائل النقل النهري والحركة النهرية، والأهم كمان أيضا إيقاف كل أتوبيسات الرحلات اللي بتنتقل ما بين المحافظات أو ما بين المدن والشواطئ في هذا اليوم، علشان كل ده نحد من الكثافات اللي ممكن إنها الطبيعي إنها بتحصل في هذا المكان. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حجم إصابات فيروس كورونا في مصر ما زال يتماشى مع السيناريوهات التي وضعتها الدولة وتوقعتها، داعيا المواطنين لتجنب الكثافات الكبيرة والانتباه لذلك خلال حركتهم بالشوارع. الأرقام اللي احنا شايفينها النهاردة في الإصابات ما زالت يعني ماشية طبقا للمقررات والسيناريوهات اللي احنا كان الدولة من البداية يعني مقدراها، واحنا الحمد لله قادرين ان احنا ماشيين على هذا المنوال، وبالتالي يهمنا جدا 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 الحفاظ على ان احنا نفضل ماشيين على هذا السياق. وبالتالي يمكن اللي تلاحظ لينا بشيء من القلق هو حجم التواجد في الشوارع المصرية على مدار الثلاث ايام السابقة، ويمكن كان في كثافات وكلنا شاهدنا هذا الموضوع. ويمكن اهم شيء اللي انا عايز اقوله في هذه الرسالة، لابد ان احنا نبقى واخدين بالنا ووعي المواطن في ان هو يبقى بقدر الامكان يتجنب التجمعات والكثافات الكبيرة ما بيننا وما بين بعض. دي النقطة المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها على المستوى الفردي والشخصي واحنا بنتحرك في الشوارع بتاعتنا. ويمكن ايضا فكرة الاستفادة من اي وسائل وقاية في الحركة بتاعتنا، وبالذات لو احنا هنبقى موجودين في مناطق ممكن يكون فيها عدد من التجمعات، لابد من ان احنا ناخد بالنا واعتبارنا في هذا الموضوع. وفي سياق ذاته أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي الفيروس إلى 596 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 781 حالة، بينما تم تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة و13 حالة وفاة. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا والتخفيف من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية. وأثنى غوتيريش خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المجموعة الأفريقية بالإجراءات التي أقبلت عليها الحكومة المصرية، معتبرا أنها تعد مثالا على القيادة والتحرك المبكرين من أجل كبح انتشار الفيروس والسيطرة عليه وإعادة الشعب والاقتصاد ضد تبعاته. يتواصل العمل في مشروع توسعات محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. المتوقع أن يسهم المشروع في ضخ 650 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء. المزيد في سياق التقرير التالي. هنا محطة غرب القاهرة لإنتاج الكهرباء، أحد أهم المشروعات القومية تحت الإنشاء. لا دخول إلى مقر المشروع إلا بعد اتخاذ تدابير وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة صارت اليوم جزءا مهما من إجراءات السلامة المهنية في موقع العمل. هنا ملحق مع كل شركة، عيادة طبية برضو اللي لكل شركة، لو لا قدر الله حصل حاجة ولا حاجة بترجع للعيادة الطبية. عندنا برضو في تعليمات للشركات، لمعظم الشركات، لأي حد قادم من الخارج لازم يعمل لنا تحليل البي سي آر، وبننتظر النتيجة بتاعته، وبنديله برضو 14 يوم حجر صحي للتأكيد إنه هو كويس ويرجع المرض. الدولة بتتخذ إجراءات وقائية تمام للحفاظ على صحة المواطنين والعمال. احنا هنا دايما يوميا بنبدأ كل يوم والناس داخلة بنقيسلهم درجة الحرارة، وبيبقى طبعا بنأكد ان هم لابسين الماسكات ولابسين الجوانتيات ولابسين مهمات الوقايه والسلامه والصحه المهنيه. الاجراءات الاحترازيه امتدت ايضا لتشمل تعقيم جميع اركان المشروع، فضلا عن تخفيض اعداد العاملين ومراعاه مبدا التباعد الاجتماعي في مواقع العمل المختلفه. بين الحين والاخر تنظم هذه الفرق ندوات توعويه تهدف للحفاظ على صحه اطقم العمل بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم. ابتدينا نعقم الموقع كله ونرش كل الفاسيلتيز بتاعه الموقع، حتى الحمامات بقى عليها برضو نفس الديسنكشنز دي. عملنا رشينا كلور في كل الحتت، ورشينا كحول ايثيلي في كل الاماكن اللي تبقى مقابض واماكن التلامس. العمال بقى عندها توعيه كامله من كتر المحاضرات اللي هي خدتها،
وبعد كده ابتدينا نطبق حاجه زي روتيشن كده، ان احنا نقلل عدد ساعات العمل لبعض القطاعات اللي هي مش ممكن يكون عندها وفره في العماله. يشارك في المشروع خبراء من 6 دول اجنبيه، يخضع جميعهم لفحوصات طبيه بشكل دوري. وبالتزامن مع الإجراءات الوقائية، يسعى القائمون على المشروع للحفاظ على البرنامج الزمني، إذ أوشكت أعمال التركيب على الانتهاء. إحنا دلوقتي تقريباً خلصنا حوالي 90% من التركيبات، متبقي 10%، وبعد كده هنبدأ في مرحلة الكوميشننج اللي فيه بالفعل بدأ فيها أجزاء تتعمل. طبعاً دلوقتي عشان ما فيش طيران، فبدأنا نعمل الكوميشننج عن طريق الكونفرنس كول بالمهندسين المصريين الموجودين في الموقع أو الأجانب مع شركاتهم الأجنبية في الخارج. بيبقى عن طريق اونلاين بيتم عمل الكوميشن، وان شاء الله نعمل الستارت اب، وبعد كده ان شاء الله نربط على الشبكه باذن الله في نهايه هذا العام طبقا للبرنامج الزمني. مع انتهاء المشروع ستضيف هذه المحطه نحو 650 ميجا وات للشبكه القوميه للكهرباء. بالطبع هي نقله ستسهم في زياده حجم انتاج مصر من الكهرباء وتحقيق عائد اقتصادي. كريم رجب، اكسترا نيوز. بلغت وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة نحو 33 ألفا وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، توفي بالوباء 4491 شخصا إضافيا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد. وأمريكيا أيضا، أعلن رئيس دونالد ترامب عن خطة من 3 مراحل قد تسمح لعدد من الولايات بالشروع قريبا في رفع القيود المفروضة لاحتواء كورونا. وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن العودة لفتح الاقتصاد ستكون بشكل تدريجي حسب ظروف كل ولاية. بناء على الإحصائيات والبيانات الأخرى، فإن فريقنا يوافق بأننا نستطيع أن نبدأ في الجبهة الثانية من حربنا التي نسميها إعادة فتح البلاد مجددا، وهذا ما سوف نقوم به. إننا نقوم بفتح بلادنا مجددا، لابد لنا أن نقدم على تلك الخطوة. أمريكا ترغب أن يعاد افتتاحها، وكما قلت قبل أكثر من مرة أن عملية الإغلاق الوطني هي لن تكون حلولا طويلة الأمد. ومن أجل الحفاظ على صحة مواطنينا، لابد لنا أيضا من الحفاظ على صحة ووظيفة اقتصادنا، لأنه على المدى الطويل لا يمكننا القيام بأمر من هذين الأمرين أو من هذين الخيارين دون الآخر، لأنه هذه السلسلة يجب أن يتم الاهتمام بها بصورة دقيقة وأن يتم تحقيق توازن بين هذين الأمرين. نود تقديم المواد الغذائية والمعدات الطبية، ولا بد لنا أن نتمتع باقتصاد عامل، وعندما وسوف نعود بأسرع ما يمكن، هذا ما سوف يحدث. أعتقد بأننا سوف نزدهر، لأن عملية الإغلاق ومع الكساد الاقتصادي سوف ينعكس بجملة واسعة من التقوم بالافتتاح الكل في مرة واحدة. سوف يتم الافتتاح بخطوة حذرة تلو الأخرى، ويمكن لبعض الولايات أن تفتح قبل غيرها، لأن بعض الولايات لا تواجه نفس المتاعب التي تواجهها قريناتها الأخرى. والآن بعد أن تجاوزنا الذروة من الحالات، فإن حالات جديدة قد بدأت تنخفض، وبدأنا بمرحلة إعادة إنعاش اقتصادنا مجددا بطريقة آمنة ومبنية وبطريقة تتحلى بالمسؤولية. وأضاف ترامب أن ذروة انتشار وباء كورونا بالولايات المتحدة قد مر في وقت يتم تسجيل وفيات أقل مما كان متوقعا. يبدو بأننا قد بلغنا أقل من هذا الرقم بمستويات كبيرة، وبفضل كافة العمليات العسكرية والجهود غير العادية لشعبنا، فإننا سوف نواجه وفيات أقل من السيناريو من التوقعات المتفائلة.
بشأن الوفاة، لأن مع ذلك لا يوجد تفاؤل في هذا السيناريو، لأن وفاة شخص تعني الكثير. وأستطيع أن أقول أن منحنى الإصابات قد بات مستويا ومسطحا، ونسبة الوفيات في الولايات انخفضت، وأكثر من 30% في البلاد لم تبلغ عن أي حالة خلال الأسبوع الماضي بسبب الإجراءات الفعالة. فقد تفادينا كارثة وفيات كثيرة بالمقارنة مع دول أخرى كثيرة التي يمكننا أن نقدم لها العون. تحققت الولايات المتحدة نسبة منخفضة من الوفيات بالمقارنة مع معظم الدول الأخرى. هذا وقال فريق ترامب أن المرحلة الأولى سيتم فيها دعم حكام الولايات لتسريع عمليات فحص الإصابات، مع تأكيد تنفيذ إرشادات التبادل الاجتماعي بشكل صارم، بينما ستشمل المرحلة الثانية إعادة فتح أبواب المؤسسات والمدارس مجددا، بينما المرحلة الأخيرة فتعود فيها المخالطة الاجتماعية. الرئيس ترامب طلب من مجموعة العمل تطوير توجيهات لإعادة فتح أمريكا من جديد. هذه التوجيهات قدمت اليوم أولاً إلى حكام الولايات، وهدفنا وبناء على توجيهات الرئيس أن نقدم هذه التوجيهات لمساعدة الحكام ومسؤولي الصحة العامة للتقييم المسؤول من أجل إعادة فتح الاقتصاد في هذه الولايات بالطريقة والوقت الذي يختارونه. الخطوط العامة هذه والتوجيهات تبدأ بأفضل المعايير التي طورها الخبراء، وهو الإسقاط إلى تحت والتأكد من أن الولايات لديها القدرة في نظام الرعاية الصحية. المجموعة الثانية من المقترحات تشمل وصف التوصيات لجهوزية الولايات. دعني أقول للشعب الأمريكي ما أوضحه الرئيس للحكام اليوم: إدارتنا ستستمر في العمل ليل نهار من خلال مجموعة العمل ومن خلال إدارة الطوارئ للتأكد أن الولايات ليس لها فقط الإمدادات الطبية، وإنما نستمر أيضا في توسيع الفحوصات عبر البلاد. وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي توجيهات الرئيس دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد بأنها غامضة وغير متناسقة. وقالت بيلوسي في بيان إن وثيقة البيت الأبيض لا توضح الخطوات الفعلية لعودة الاقتصاد في البلاد، وجددت الهجوم على إدارة ترامب، وقالت إنها فشلت في الاستماع إلى العلماء وتوسيع الاختبارات الخاصة بالكشف عن حالات فيروس كورونا. تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والصين حول فيروس كورونا، حيث تصر واشنطن على أن بكين أخفت معلومات هامة حول الفيروس كانت من الممكن أن تسهم في تقليل عدد الضحايا عالميا، في الوقت الذي ترفض فيه بكين هذه الاتهامات وتؤكد التزامها من البداية بمنهج المصارحة والشفافية. في الوقت الذي انشغلت فيه دول العالم بالحرب ضد عدو واحد وهو فيروس كورونا المستجد، انخرطت واشنطن وبكين في حرب جانبية حول نشأة هذا الفيروس. بداية النزاع الدبلوماسي بين البلدين بدأ عندما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفظ الفيروس الصيني على عدوى كورونا المستجد، وهو ما أثار غضب الصين ورفضته بشكل قاطع. وزير الخارجية الصيني وانغ يي كرر نفي بلاده للمزاعم الأمريكية، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا صنع في مختبرات صينية. نفي وزير الخارجية الصيني يأتي في أعقاب نشر شبكة CNN الأمريكية أخباراً تفيد أن أجهزة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي تحقق في احتمالية تصنيع الفيروس داخل مختبر صيني وليس بأحد أسواق المأكولات البحرية. وفي خضم هذه الحرب، قررت واشنطن أن تشمل منظمة الصحة العالمية بانتقاداتها، حيث اتهمتها بارتكاب أخطاء كثيرة عندما اعتمدت على المعلومات الرسمية الصينية بشأن الفيروس دون إرسال محققين على الأرض، وانتهى المطاف بقطع التمويل الأمريكي السنوي عن المنظمة والبالغ 400 مليون دولار. وفي الوقت الذي تقول فيه واشنطن إن بكين أخفت في البداية درجة خطورة وانتشار الفيروس على أراضيها، ردت الصين بالتشكيك في كافة المعلومات الخاصة بحالة الوفيات والمصابين بالمرض داخل الولايات المتحدة. ومع الافتراضات الثابتة بأن فيروس كورونا سيغير العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،
يبدو أن الصراع الصيني الأمريكي في هذه الظروف الحرجة يمكن أن يضاعف من تأثيرات الفيروس في وقت تحتاج فيه البشرية إلى التكاتف لعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالم. أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية تسجيل 1359 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من 31,000 حالة. كما سجلت 94 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1231. وأعلن رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن حدود بلاده مع الولايات المتحدة لن تفتح بالكامل قبل عدة أسابيع على الأقل، مخالفا بذلك توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتحها في وقت قريب. أما في المكسيك فقد أفاد مسؤولو الصحة بتسجيل 450 إصابة جديدة بالفيروس و37 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6,297 حالة و486 وفيات. وتوقع نائب وزير الصحة وصول عدد الإصابات بالفيروس في بلاده إلى 26,500 خلال الأسبوعين المقبلين، داعيا المواطنين إلى التنفيذ الصارم للتبادل الاجتماعي. جدد رئيس الصيني تشي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على تبادل الدعم في مكافحة فيروس كورونا الجديد ورفض تسييس المرض. وقال بيان أن الرئيس الصيني أكد لبوتين ضرورة تعزيز التعاون من خلال فريق الخبراء الطبيين الذين بعثت بهم الحكومة الصينية للتوصل مع نظرائهم الروس إلى علاج للفيروس. من جانبه قال بوتين أن الصين حكومة وشعبا حققت إنجازات هامة في إطار الوقاية من المرض والسيطرة عليه، وشدد على أن محاولات البعض وصم الصين بأنها منشأ المرض لا يمكن قبولها. قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن السلطات سجلت 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وأضافت أن 15 من تلك الإصابات الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس المستجد في الصين لتشمل 1290 وفاة إضافية بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات إلى 4632 والإصابات إلى 82692 إصابة وفقا للبيانات الجديدة. أعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 22 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الأمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10,635 حالة. ومن بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 14 إصابة لوافدين من الخارج، حيث بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 230 حالة بزيادة قدرها حالة واحدة عن يوم سابق. وارتفع عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد تعافيهم من كورونا بالكامل بمقدار 72 شخصا إلى 7829 شخصا. أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانيا الاتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.
وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض أن معدل العدوى بكوفيد 19 بين شخص وآخر تراجع إلى 7%. أما في تركيا فقد اتهم زعيم المعارضة كمال كليتشداروغلو أردوغان باستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد للتلاعب بالسلطة التشريعية. وقال كليتشداروغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إن نظام أردوغان علق جلسات البرلمان لمدة 45 يوما ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وذلك بعدما مرر القوانين الخاصة به. وأضاف كليتشداروغلو أن المعارضة لا تفهم السبب وراء الرغبة في تعليق جلسات البرلمان خلال هذه الفترة. حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية، وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يراقب عن كثب تحركات السفينة يافوز التركية الوشيكة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، كما شدد على أن أوروبا تقف صفا واحدا مع قبرص، مؤكدا تضامن الاتحاد مع نيقوسيا فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي. هذا وأدانت قبرص سياسة تركيا بمواصلة عمليات التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، مشيرة إلى أن أنقرة تعمل كقرصان في شرق البحر المتوسط ضاربة عرض الحائط تفشي وباء كورونا في العالم. وفي تعقيب حكومة نيقوسيا على الإشعار البحري الذي أصدرته تركيا للقيام بعمليات التنقيب غير القانونية في المنطقة الاقتصادية لقبرص، أكدت نيقوسيا أن تركيا لا تواصل سياستها التي تؤدي إلى الوضع المتوتر بالفعل في شرق البحر المتوسط فحسب، بل إنها تكثفه وتزيده سوءا، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه العالم بأسره جائحة كورونا وتحاول جميع الدول حماية صحة وسلامة مواطنيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية. ومحليا بحث مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع المواطنين الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وبهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار. في سياق ذاته هنأ شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد القيامة المجيد. وخلال اتصال هاتفي أكد الشيخ الأزهر للبابا طوادروس اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين مسلمين ومسيحيين، والذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن لا سيما في تلك الجائحة التي تشهدها مصر والعالم، متوجهين بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
ترأس قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة، وذلك بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون بلا حضور شعبي. وكان البابا قد ترأس أمس صلوات خميس العهد بالدير ذاته بمشاركة عدد من رهبان الدير والأساقفة فقط في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي كورونا. ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا مساء غدا السبت قداس عيد القيام المجيد بدير الأنبا بشوي أيضا. بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. السيسي يوجه التحية للمصريين لتكاتفهم في مواجهة كورونا، ويؤكد التصدي بحزم لأي تجاوزات تضر الوطن. ألمانيا تسجل تراجعاً في نسب انتقال العدوى بالفيروس للمرة الأولى. الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من استمرار أعمالها غير الشرعية في المياه القبرصية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.